السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج مستشارك الطبي. احنا تعودنا في برنامج مستشارك الطبي أعزائي المشاهدين أن نقدم في كل حلقة معلومة طبية جديدة ونتكلم عن موضوع طبي جديد لازم يتعرف عليه السادة المشاهدين ويعرفوا ايه هم المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها دي، وبنحاول نقرب المواضيع دي ليكم، والأسئلة اللي بنتسئلها بنحاول اللي احنا نشوف ليها إجابات مع مجموعة من أكبر دكاترة استشاريين بيجوا هنا المحطة وبيجوا البرنامج عشان يقدموا لنا المعلومة الطبية الجديدة. ويشرفنا أعزائي المشاهدين أن يكون معنا في هذه الحلقة دكتور هشام عبد الحكيم رضوان، مدير عام الخدمات الطبية بشركة مصر للتأمين واستشاري القلب والبطنة. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بيك. نورتنا يا دكتور. الله يخليك. احنا تعودنا على لقاءاتك بتكون لقاءات جامدة جدا ولقاءات مثيرة ولقاءات ممتعة وشيقة، المشاهد بيستفيد منها وبياخد من حضرتك معلومة طبية جميلة جدا وبسيطة جدا بيقدر ان هو يستفيد بيها. النهاردة يا دكتور موضوعنا عايزين نتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي الغدد الصماء. ايه هي الغدد الصماء دي؟ في جوانا جوه جسمنا بس ما نعرفش عنها حاجة، ياريت توضحها لنا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بالسادة المشاهدين، مرحبا. والحقيقة يعني أنا بحب أزف بشرة خاصة للسادة المشاهدين وخصوصا مشاهدي شركة مصر للتأمين. إن شاء الله في القريب العاجل يعني هنعمل ندوة عن أمراض الثدي ويحضرها بعض الأساتذة المشهورين من طب عين شمس، وهنتكلم فيها ندوة تثقيفية طبية عن أمراض الثدي ومشاكلها، وإن شاء الله يعني نأمل أنه برضو يساعدنا الحظ أنه نسجلها مع قناة الصحة وعملها تكون إن شاء الله موجودة، وإن شاء الله نعرضها بإذن الله في القريب العاجل إن شاء الله، وتكون حلقة من برنامج مستشارك الطبي هناك برضو، ونعرض المعلومات الطبية الحديثة بقى في أمراض الثدي. والحقيقة أنه الكلام ده كله بيبقى تحت إشراف الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين الدكتور عادل موسى، اللي دايما بيشجع الثقافة والعلم والمعرفة. بداية أنا بقول الغدد الصماء، يعني هو جسم بينقسم فيه الغدد لصنفين. الصنف الأول هو غدد ليها قنوات بتفرز من خلالها الإفرازات بتاعتها، ودي بنسميها الغدد اللي ليها قنوات، الغدد القنوية. أما النوع الآخر من الغدد اللي ليس له قنوات وبيفرز إفرازاته في الدم مباشرة بلا قنوات، وبنسميها غدد لا قنوية. والغدد اللا قنوية دي اللي بنسميها الغدد الصماء. يعني الغدد الصماء هي الغدد اللي ملهاش قنوات وبتفرز إفرازها مباشرة في الدم. الإفرازات بتاعة الغدد الصماء دي بنسميها الهرمونات. ما هو الهرمون؟ الهرمون هو مادة قد تكون بروتين وقد تكون مواد دهنية، وبتقوم بوظائف محددة في الجسم وبتفرز مباشرة في الدم، وبتبقى بكميات بسيطة جدا ولكن لها أهمية كبيرة جدا، وبتقوم بدورها في ووظيفتها في مكان آخر بعيد عن المكان اللي تم إفرازها فيه. فدون نبذة بسيطة عن الهرمون، انه له ثلاث حاجات من غير قنوات، ونمرة اثنين بيفرز بكميات بسيطة، ونمرة ثلاثة بيؤدي عمله في مكان بعيد، وانه لا غنى للجسم عن هذه الهرمونات. ويستوقفني هنا انه في بعض الناس بتخلط ما بين الهرمون وما بين الانزيم. الانزيمز دي عبارة عن مواد بتؤدي دورها في مكانها، وساعات تفرز بكميات كبيرة، ويفرقها عن الهرمون انه الهرمون بيفرز بكميات بسيطة جدا. طيب دلوقتي حضرتك وضحت الهرمون والغدد الصماء، طب علاقة الهرمونات بقى دي يا دكتور بالوظائف المختلفة بالجسم، في هل الهرمون ليه علاقة بوظائف الجسم المختلفة؟ هو طبعا في جهاز متخصص اسمه جهاز الغدد الصماء، وده عبارة عن مجموعة كبيرة من الغدد موجودة في الجسم في أماكن مختلفة. يعني بنبدأها
هرمون بالغدة اللي بتسيطر على جميع غدد الجسم وهي الغدة النخامية، ودي موجودة في الجمجمة، في ليها محفظة خاصة موجودة فيها داخل الدماغ، ودي بنسميها الغدة المايسترو لأنها بتسيطر على جميع وظائف الغدد الأخرى. يعني بيخرج منها إفرازات بتنظم عمل الغدة الدرقية، بيخرج منها إفرازات تنظم عمل هرمونات النمو، بيخرج منها إفرازات تساعد على تنظيم إفرازات الغدة الجار درقية، بيخرج منها إفرازات بتساعد على تنظيم إفرازات الغدة الكظرية، بيخرج منها إفرازات بتساعد على إفرازات المبيض والمناسل في الذكر أو في الأنثى. فهي تعتبر يعني إيه الغدة المهيمنة أو الغدة المسيطرة على كافة الغدد اللي موجودة في الجسم. وطبعا يعني ننزل من المستوى الأعلى ده إلى المستوى الأقل شوية، كل غدة على حدة وبيبقى ليها وظيفة معينة. يعني مثلا غدة زي الغدة الدرقية دي وظيفتها، عايزين نعرفها ايه الغدة الدرقية دي يا دكتور؟ الغدة الدرقية دي غدة بتتكون من فصين وبينهم برزخ موجودة امام الرقبة تحت تفاحة ادم كده في الرجالة او في الجزء السفلي من الرقبة عند السيدات. والغدة الدرقية دي مسؤولة عن جميع عمليات البناء والهدم داخل الجسم. لو تخيلنا ان هذه الغدة بتنز هرمون اسمه هرمون الثيروكسين، هذا الهرمون الثيروكسين بيلعب دور هام في جميع اجهزة الجسم. يعني هو ممكن لو حصل زيادة لافراز هذا الهرمون بيتكون مرض بنسميه مرض الجويتر. والحقيقة انه على بعض يعني ده تاريخ، يعني في بعض المقابر بتاع الفراعنه بنلاقي انه في بعض الصور لمراه فرعونيه وليها تضخم في منطقه الرقبه، ووصفوا هذا المرض الجويتر دوت، وكان من مظاهر الجمال قديما انه المراه يكون عندها ايه لغد في رقبتها او جويتر زي ما بيقولوا. لكن في الواقع انه هذا هو عباره عن نوع من انواع الامراض نتيجه زياده هرمون الثيروكسين اللي بتفرزه الغده الدرقيه، وده المرض ده بيؤدي الى جحوظ العينين وبيؤدي ايضا الى نحافه الجسم، لانه بيهد كل العمليات الحيويه في الجسم للانسان، برضه بيزيد من نبضات القلب ويعمل رفرفه في القلب، برضو بيساعد بيوجد نوع من انواع العرق الغزير بيبقى موجود. ولذلك مريض زياده افراز الغده الدرقيه اللي هو الجويتر دوت ما بيستحملش الحر، يقول لك انا احب الشتاء قوي لكن انا ما احبش الصيف لان الدنيا بتبقى ايه حر وبيبقى عرق غزير. برضو من ضمن الحاجات اللي بنشخص بيها زيادة الإفراز الغدة الدرقية حاجة بسيطة جدا، إن أنا أعمل تحليل للهرمونات في الدم. هرمون اسمه الثيروكسين بنختصره في تي 3 وتي 4، وبنعمل برضو الهرمون المنشط للغدة الدرقية اللي هو نازل من الغدة النخامية اسمه تي اس اتش أو ثيروكسين ستيمولاتينج هرمون. يهمني برضو إن أنا لما أجي أعالج الغدة الدرقية، وانا بنصح برضو زمايل الاطباء انهم يتحروا الصبر شوية في العلاج. يعني لو كانت الغدة الدرقية دي فيها شوية تضخم بسيط في مرحلة المراهقة او النضوج عند الفتيات بالذات، ممكن ده يكون نوع من انواع التضخم الفسيولوجي، وده محتاج متابعة ان انا افرز اقيس نسبة الهرمون في الدم وما اتسرعش في اني ادي علاج. اما بالنسبه للحالات اللي واضحه اللي بدا يبقى فيها رفرفه في القلب، زياده النبضات الخسيه الجامده، رعشه الايدين والحاجات تقع منها، تيجي السيده تقول لك انا وانا باغسل الحاجات في المطبخ نص الاطباق بتقع مني وبتتكسر، يبقى ده على طول لازم ادور وافحص الغده الدرقيه، اعمل الهرمونات، ولو بان انها زياده ابتدي اتدخل. بس قبل ما اتدخل خد بالك لازم نعمل حاجه اسمها
الفحص الذري للغدة الدرقية، حاجة اسمها ثايرويد سكان، لأني ممكن ألاقي عقدة أو اتنين موجودين في الغدة الدرقية. العقدة دي قد تكون نشطة وقد تكون خاملة. لو كانت العقدة دي نشطة، دي معناها أنها بتطلع إفرازات زيادة، يبقى إحنا ممكن بنعالج بأننا بندي إما أدوية بتقلل من نشاط هذه العقدة، أو أننا بنعمل عملية جراحية بسيطة وبنستأصل فيها جزء من الغدة الدرقية اللي هو فيه زيادة الإفراز، والعلاج بسيط وسهل سواء كان من الناحية الجراحية أو من الناحية الطبية. طيب دكتور، بما أننا بنتكلم عن الغدة الدرقية، الأكثر عرضة إصابة بمرض الغدة الدرقية النساء أم الرجال؟ والله هو النسبة أكتر في السيدات أكتر من من الرجال، لكن ده ما يمنعش إنه برضو الرجال عرضة للإصابة بمرض الغدة الدرقية، سواء زيادة إفراز أو نقص إفراز. طيب، بس هي المرأة أكتر بكتير. طيب، علاقة الغدة الدرقية دكتور بزيادة الوزن بقى، يعني في ناس بنشوفهم سيدات، يعني بتبقى باينة أوي في السيدات الأكثر، يعني تبص تلاقي يقول لك عندها الغدة الدرقية ما بتفرز أو بتفرز، هي بتاكل كتير، الغدة الدرقية عاملة لها زيادة في الوزن. ايه العلاقة بين الغدة الدرقية وزيادة الوزن؟ هو احنا كنا بنتكلم على زيادة افراز الغدة الدرقية. يعني نقدر نقول انه بيبقى في حاجة اسمها الادينوما او ما بنسميه احنا ورم حميد في الغدة الدرقية. هذا الورم الحميد بيخلي الخلايا بتاعه الغدة بتفرز بصورة كثيرة وزيادة عن اللزوم، لكن مع الوقت بيبتدي هذا الإفراز يتناقص، ونظرا لوجود هذه العقدة بتضغط على جميع النسيج اللي موجود حواليها من الأنسجة بتاعت الغدة الدرقية، فتبتدي يحصل ضمور لوظائف الغدة الدرقية ويحصل ما يسمى بكسل الغدة الدرقية. كسل الغدة الدرقية يعني ما فيش الهرمون، ما بيفرزش هرمون الثيروكسين اللي هو لازم لعمليات البناء والهدم في الجسم وعمليات نشاط الجسم. ففي الحالة دي بيحصل نقص في إفراز الغدة الدرقية، ما نسميه بمرض المكسديمة. ومرض المكسديمة دون في هيئته أنه بيبقى فيه زيادة في الوزن أو بدانة، نمرة اتنين بيبتدي يحصل تغيرات في الجلد، ممكن الجلد يصل إلى خشونة لدرجة أنه ممكن يشبه الجلد بتاع السمكة. ثالث حاجة بيحصل نوع من أنواع البطء الشديد في النبض، لدرجة أنه ممكن المريض ده يبقى قاعد في مكانه وينام. الحاجة اللي بعد كده، العلاج هنا بسيط للغاية، بس قبل ما تبتدي علاج لازم تعمل بعضه فحص ذري للغدة الدرقية. طب هنكلم يا دكتور الفحص بعد الفاصل الإعلاني. فاصل إعلاني أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بعد قليل. مصر للتأمين، صرح عريق وعطاء متجدد بالخبرة والأصالة في مصر والشرق الأوسط، خبرات وعقول مصرية ترجمت الانتماء والروح الوطنية. مصر للتأمين، أول وأكبر شركة تأمين وطنية. مصر للتأمين، أفضل شركة تأمين في إفريقيا لعام 2015، والحصيلة على التصنيف الائتماني العالمي BBB لقوة مركزها المالي، تؤمن على كبرى المشروعات العملاقة في مصر. مصر للتأمين، دائما صادقة مع عملائها، تفي بالتزاماتها، لتظل مصر للتأمين حصن أمان للملايين. خدمة العملاء 19114. عدنا
عدنا إليكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الحلقة دكتور هشام عبد الحكيم رضوان، مدير عام الخدمات الطبية بشركة مصري للتأمين واستشاري أمراض القلب والبطن. أهلا بك يا دكتور. دكتور، احنا موضوع الحلقة بنتكلم عن الغدة الدرقية، واتكلمنا عن الهرمون والغدة الدرقية والفرق بين الهرمون والغدة الدرقية. طيب، في دلوقتي يا دكتور أمراض غدة جار درقية بنسمع عنها يعني، بس في حاجات ما بنفهمهاش، والمشاهد العادي عاوز يعرف الحاجات ديت ايه. جار الغدة الدرقية يعني، هل في جار للغدة الدرقية؟ ده مرض جار الغدة الدرقية؟ والله ده سؤال وجيه جدا يا استاذ هاني. هو عموما بس احنا نكلم الاول حاجة بس اللي هي ايه مرض المكسديما. قلنا ان احنا وصلنا لتشخيصه انه لازم نعمل فحص ذري للغدة الدرقية، واذا كان بان فيها كسل وعدم افراز لهرمون الثيروكسين العلاج بسيط جدا. ويعني انا ببشر السادة المشاهدين ما تنزعجوش، هو عبارة عن دواء اسمه التروكسين، هو عبارة عن خلاصة هرمون الثيروكسين، وانه بنعطيه علاج تعويضي مدى الايه الحياة. اما عن سؤال حضرتك اللي هي الغدة الجار درقية، لو تخيلنا سبحان الله انه الغدة الدرقية على السطح الخلفي بتاعها موجود زوجين، يعني أربعة وحدات من الغدد الجار درقية، عشان كده ملازقة في الغدة الدرقية، فعشان كده أقرب واحد بيبقى الجار. الجار فعشان كده اسمها الجار درقية، ودي اسمها الباراثايرويد جلاند، ودي بتفرز سبحان الله هرمون اسمه الباراثورمون. هذا الهرمون متخصص في ايض الكالسيوم في الجسم. كلمة ايض يعني عمليات بناء وهضم يعني. يعني هو ده متخصص في انه ينظم نسبة الكالسيوم في الجسم. في الهرمون ده لو زاد نسبة بسيطة يعني بيعمل حاجات غريبة جدا في الجسم. الاول نعرف ايه وظيفته الاساسية، انه بيعمل ثلاث حاجات: بيمتص الكالسيوم من القناة الهضمية، نمرة اتنين بيحرك الكالسيوم من العظم للدم، ونمرة ثلاثة بيمنع ان الكالسيوم يتسرب من خلال مصافي الكلى. يعني بكل الوسائل هو بيرفع نسبة الكالسيوم في الجسم عشان تفضل في المعدل الطبيعي بتاعها من 9 إلى 11 ملي جرام، لان الكالسيوم من الحاجات المهمة جدا لنقل الإشارة العصبية في عمليات تجلط الدم في بين العظم فيعني يعتبر الكالسيوم من الحاجات الهامة جدا في الجسم. في حالة زيادة افراز الغدة الجار درقية اللي هي الباراثايرويد دي، بيحصل زيادة للكالسيوم في الجسم. هذا الكالسيوم بيجيبوه منين؟ بيطلع بيحصل نوع من انواع الإذابة للكالسيوم اللي موجود في العظم، ويبتدي يتحرك للايه للدم. وعشان كده بيحصل نوع من هشاشة شديدة في العظام، لدرجة انه احيانا صورنا بعض العيانين اشعات الاكس راي العادية دي بتبين وجود حويصلات معانا. هو بالظبط كده هو هي دي يعني الغدة الدرقية من الخلف، وراها اربع عقد صغيرة، اتنين فوق واتنين تحت، هم دول الغدة الايه الجار درقية اللي هي وظيفتها تنظيم الكالسيوم في الجسم. فاحيانا لسبب ما هو مشير اليها، واحدة منهم كبيرة هي انه بيحصل تضخم في احد هذه الغدد، يقوم يزيد افراز هرمون الباراثورمون ويساعد على زيادة الكالسيوم في الجسم. هذا الكالسيوم يضطر ان هو الجسم يخرجه من الكلى، ويحصل ترسيب لحصوات عديدة في الكلى، وايضا بيتسحب الكالسيوم من العظم، ويكون داخل العظم نتوءات وحويصلات، ويبقى العظم اكثر هشاشة. ايضا هذا الكالسيوم الزايد قد يترسب في بعض اجزاء من الامعاء، ويسبب الام في البطن. فيعني زيادة افراز الغدة الجار درقية بيسبب هشاشة عظام، بيسبب الام في البطن، واحيانا معظم الوقت بيسبب حصوات متكررة وعديدة في الكليتين. يعني احنا دايما لما بندور في مريض كلى ونلاقي بعض الحصوات موجودة على الناحيتين،
بنقول انه ده ممكن يكون عيب في الغده الجار درقيه، ونضطر ان احنا نعمل الهرمون الباراثورمون ده في الدم ونعرف ان هو عالي ونبتدي العلاج. خد بالك ان العلاج في الحاله دي علاج لابد انه يكون بالجراحه. ان انا ابقى اشوف ايه هي الغده، زي ما شفنا في الرسمه اللي فاتت دي في واحده من الغدد دي متضخمه، بعد ما اعمل التحاليل بتاعي واروح شايل واحده او اتنين بس من هذه الغدد وما تتشالش كلها، لان ما فيش علاج تعويضي. فناخد بالنا انه هذا النسيج لا يعوض، لابد من المحافظه عليه. انا ممكن اشيل واحده او اشيل اتنين، لكن ما اشيلش الاربعه. من الغده الجرده وملحوظه خفيفه كده بنقولها لجميع الجراحين زمايلنا، وهم طبعا افضل مننا بكثير في هذا المعنى، وانتوا بتشيلوا الغده الدرقيه بسبب زياده افراز الهرمون الثيروكسين، يعني الناس اللي عندها تضخم جويتري او جحوظي، خد بالك ان وانت بتشيل ثلاث اخماس او اربع اخماس الغده الدرقيه، خد بالك على الاقل خلي واحدة او اتنين من الغدد الجار درقية موجودة عشان ما يحصلش ايه نقص شديد في الكالسيوم. يبقى احنا ممكن نخرج من هنا بانه في حاجة اسمها يعني خطأ طبي ممكن يقع فيه دكتور جراح ويشيل غدد الجار درقية الاربعة ويحصل نقص شديد في نسبة الكالسيوم في الجسم. هذا النقص الشديد في نسبة الكالسيوم في الجسم بيبان على صورة ضعف شديد في العضلات، بيظهر على صورة شلل في العضلات بتاعة الحنجرة والبلع، بيظهر في صورة تشنجات بتبان في عضلات الوجه. فكل ده بيسموه حتى مرض نقص نسبة الكالسيوم في الجسم. وعشان كده بقول لزملائي اللي ياريت حتى اي دكتور منكم في شنطة الطوارئ بتاعت اي دكتور يكون معاه امبولات اسمها كالسيوم جلوكونيت، يعني نسبة يعني ابر كالسيوم موجودة معاه في شنطة الطوارئ. لانه الحالة دي وهي النقص الشديد في نسبة الكالسيوم ما بيستحملهاش المريض كتير، وممكن يحصل له اختناق ويموت بسبب لازم يتلحق عضلات التنفس وعضلات الحنجرة والعضلات بتاعة الجسم. فعشان كده لازم ياخد فورا ابرة الكالسيوم جلوكونيت دي في الوريد، ودي بتبقى بمثابة علاج طوارئ ومنقذ للحياة في ايه في اللحظة دي. طيب دكتور، انا قدامي 5 دقايق وعايز اسأل كم سؤال فيهم. سؤال كده هنسأله خاص بالسيدات الحوامل، هل في هرمون بيبقى خاص بالسيدة الحامل وبالرضاعة والولادة؟ هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى يعني بيجهز السيدات لمهمة الحمل والولادة، وبيدي وظائف لبعض الهرمونات في الجسم تقوم بإيه بالمهمة دي. فعندك انت في هرمون اسمه البرولاكتين. هذا الهرمون بيجهز القنوات اللبنية في الثدي بتاع السيدات لإيه؟ لإدرار اللبن بعد عملية الولادة. يبقى ده اول هرمون اسمه البرولاكتين. وخد بالك ان هرمون البرولاكتين ده عجيب جدا في حاجة، انه لو نسبته زادت في الجسم قبل عملية الحمل، فهو لو كان زايد بيعطل عملية الايه الحمل وعملية تخصيب البويضات. فلابد من اني الاحظ نسبة البرولاكتين في الدم بالنسبة لاي سيدة تعطل انجابها في الفترة ما قبل الايه الحمل. لكن هو اثناء الحمل هو له وظيفة انه هو بيساعد على تجهيز القنوات اللبنية لافراز اللبن. برضو عندنا هرمون تاني سبحان الله بيفرز برضو من الغدة النخامية اسمه هرمون الريلاكسين. هذا الهرمون بيعمل حاجتين، الحاجة الأولانية انه هو بيساعد بيفرز في الأشهر الأخيرة من الحمل، الثلاث شهور الأخيرة من الحمل، بيساعد على حاجة اسمها ارتخاء الارتفاق العاني. منطقة العانة بيبقى منطقة الحوض بيبقى فيها عظمتين من قدام ماسكين مع بعض بنسيج ليفي بلاستيكي قوي. هذا النسيج بيرتخي في الأشهر الأخيرة من الحمل بموجب هذا الهرمون وهو الريلاكسين، عشان يسهل خروج الجنين من الرحم أو نزوله إلى
الحوض. برضو من ضمن الهرمونات المهمة جدا حاجة اسمها الأكسيتوسين، وده برضو بيفرز من الفص الخلفي للغدة الدرقية. وهذا الأكسيتوسين له وظيفة جميلة جدا، بمجرد ان الطفل يتولد ويبتدي يرضع من ثدي امه يفرز هذا الهرمون، وهو يساعد على تقلص القنوات اللبنية وإدرار اللبن بشكل جيد ومرضي عشان رضاعة الطفل. سبحان الله يا دكتور. دكتور سؤال أخير برضو، هرمونات بتأثر على الأنسولين في الجسم، يعني الأنسولين والجسم ومريض السكر في هرمون بيأثر عليه؟ شوف، هو الانسولين طبعا كتير من الناس عارفه الانسولين كويس، خصوصا مرضى السكر. الانسولين دول من المواد، من الهرمونات اللي بتساعد على دخول السكر من الدم الى داخل الخلايا حتى يتم اكسدته واخراج الطاقه منه، وبالتالي هو مسؤول عن ايض المواد الكربوهيدراتيه. هذا الانسولين بيفرز من خلايا اسمها خلايا بيتا، موجودة في حاجة اسمها جزر لانجرهانز داخل البنكرياس، سميت بلانجرهانز اسم الخواجة اللي اكتشف هذه الخلايا الغدية الموجودة في البنكرياس. وهذا الانسولين بيبقى فيه تناغم وتناسق غريب بينه وبين هرمون تاني اسمه الجلوكاجون. يعني لو زادت نسبة الانسولين في الدم مثلا، يبقى هيدخل كل السكر اللي في الدم الى الايه؟ الى الخلايا عشان يتحرق ويطلع طاقة، وفي نفس الوقت يهبط نسبة السكر في الدم الى معدلات منخفضة جدا، بحيث انها ما تضمنش تغذية كويسة للاكسجين للسكر الى المخ، ويحصل ما يسمى بغيبوبة نقص السكر. لكن ده ما بيحصلش في الطبيعي، لانه في هرمون تاني بيطلع من خلايا موجودة في البنكرياس برضو اسمها في جزء البنكرياس اسمها الفا سيل، اسمه الجلوكاجون. هذا الهرمون يضاد عمل الانسولين، يعني يجي لغايه ما الانسولين يقول له اوقف عند هنا كفايه، ما تدخلش سكر الخلايا اكتر من كده، وايه وابتدي ايه ارفع معدلات، وابتدي الجلوكاجون ده يرفع معدلات السكر في الدم عشان يحصل تناسق غريب بين الجلوكاجون والانسولين، ويحفظوا مستوى السكر في الدم ما بين 80 الى 120 ملي جرام في كل سنتيمتر مكعب من الايه من الدم. دكتور احنا في نهايه هذه الحلقه يعني بنشكرك انك وضحت للساده المشاهدين بعض انواع الغدد في الجسم وبعض انواع الهرمونات، على امل ان يتجدد اللقاء في حلقة أخرى. يعني احنا بناخد وعد من حضرتك إن شاء الله إن احنا يبقى في سلسلة حلقات للتعريف بالسادة المشاهدين ببعض الأمراض اللي الناس بتبقى مش عارفة عنها حاجة، وبتبقى جواها ومش عارفة إذا كان مريض ولا مش مريض. فبناخد وعد من حضرتك إن شاء الله إن نكون نعمل سلسلة حلقات للتعريف بشتى الأمراض بقى بالنسبة للسادة المشاهدين. إن شاء الله. إن شاء الله. في نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، احنا بنشكر دكتور هشام عبد الحكيم استشاري القلب والبطنة ومدير عام الخدمات الطبية بشركة مصر للتأمين. وإن شاء الله أعزائي المشاهدين سيكون هناك حلقة برعاية قناة الصحة والجمال في شركة مصر للتأمين لتقديم حلقة عن الندوة التي أشار إليها دكتور هشام عبد الحكيم، وهي تحت إدارة دكتور رعاية دكتور عادل موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين وإدارة الخدمات الطبية دكتور هشام عبد الحكيم والنقابة العامة وأمانة المرأة بشركة مصر للتأمين، على أمل أن تكون حلقة مثيرة وحلقة مفيدة لجميع السادة المشاهدين. كان معكم هاني الفرماوي، على أمل ووعد في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية مصر للتأمين.